تعالي نعكس الآية بقى، بدل ما أنا قاعد بسأل، أنا عايز العكس. أنت متوقعة إيه من الجمهور المصري؟ لا سيبك من الجمهور، الجمهور أصبح ذكي ذكاء خارق، ما بتفوتوش حاجة باليوتيوب، بيعرف ان تراكورك صح ولا غلط، احساسك صح ولا غلط، ده بقى يفقسوا حاجات غريبة. يعني ايه بقى معدينا. بس انا نفسي من الجمهور كمان يعرف في السوشيال ميديا مين الكذاب ومين اللي مش كذاب، مين اللي بينزلك خبر غلط ومين اللي بينزلك خبر صح، مين اللي بيقولك ان عنده فولورز بالتريليون بني ادم ومين اللي بيقولك اي كلام. حكم عقلك، حكم نفسك، حتى لما تيجي تسمع إشاعة غلط. ده اللي أنا بطلبه بس من الجمهور. بطلب من الصحافة والإعلام أنه أنا عارفة أن المساحة وسعت جدا، سواء في القنوات، سواء في الجرايد، سواء في الميديا، سواء في السوشيال ميديا والمواقع وده كله، بس ما تلصقش خبر، ما تكتبش مانشات عشان تخلي الناس تقرا الخبر وتلاقي الخبر تافه بعد كده ملوش لازمه. ما تملاش وقتك او ما تملاش وقت المواقع بتاعتك بكلام فارغ، يعني تبقى انت جاي علشان تارجت فتروح قالب التارجت لحدوته تانية علشان انت تقول انا اصلي حطيتها في معرفش ايه وبتاع. انا شايفه ان ده استهزاء بقيمه الصحافه، والصحافه سلاح كبير جدا ونوع من انواع الجواز. احنا متجوزين بعض غصبا عننا، طول ما انت فنانه وهو صحفي لازم هو كده. فما ينفعش انك انت طول الوقت تنتقد ضد. انا مش مع النقد البناء، انا مع النقد البناء لان انا اتعملت من ورا النقد البناء كفنانه، انا اتعلمت من ورا ناس مهمة جدا نقدتني وكتبت عني، لما أنيس منصور يكتب عني، لما أحمد رجب يكتب عني، لما أحمد بهجت يكتب عني، أنا تربيت على أيدين الناس دي، ففهمة يعني إيه نقد، وفهمة يعني إيه واحد حد بيخلص لك أصلك ما عملتش معاه انترفيو يعني أو وفهمة كمان مين اللي جاي عشان يضايقك والحساب مين. خلاص الحكايه إيه ده بقت، إيه بقت كده؟ امال ايوه هي بقت كده، وانت عارف انها كده، وانت معانا في الاعلام وفاهم كل الكلام. انا بس بقول ان احنا نرتقي بالاعلام ده شويه، وبعدين ما نشوهش كل شيء حلو بيتعمل. هل ممكن يكون احنا بنشوه كل شيء حلو بيتعمل؟ سيبك بقى من الفن ده حقيقي. حتى للبلد ده حقيقي. سيبك مننا، احنا تعودنا على كده، احنا نحسنا خلاص. لكن في حاجات لما البلد بتعدي من أزمة النهاردة، ما ينفعش طول الوقت وانت معدي من الأزمة تقوم نار في حتة تانية إلا لو مقصودة. الله، بتقوم نار ليه؟ يعني بتقوم نار ليه؟ انت في محنة، انت أحسن من غيرك بكتير. بص على الدول الأخرى اللي مرت باللي احنا مرينا بيه، بص احنا عايشين ازاي وهم عايشين ازاي. انت لازم تقول يا رب الحمد لله ان احنا عايشين كده، يعني ما نولعش الدنيا أكتر ما هي ولعة، هي ولعة خلقة، إحنا بنحاول نطفي النار، فأنت ما تولعهاش على إنك أنت ذكي فأنت بتولع الدنيا. وأنا بقول الكلام ده هو للناس اللي ما عندهاش خبرة في الإعلام، صح، لأنهم عايزين يبقى لهم وجود. على حساب إيه؟ على حساب إنك تولع شيء أو تنتقد شيء بيتعمل وإنت لسه حتى ما شفتش نتيجته، أو مش عارف أبعاده، أو مش عارف أبعاده.